مرحبا بكم من جديد مشاهدينا. النهاردة قام الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء بتسليم مشروع قانون التظاهر الذي أقرته الحكومة المصرية يوم الخميس الماضي، والذي يعرف حاليا بقانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة. سلم هذا المشروع، مشروع القانون، للسيد الرئيس المؤقت للبلاد المستشار عدلي منصور. وعلى الرغم من أنه النص النهائي لم يعرض بشكل واضح وبوقت كافي على المجتمع من خلال الحوار المجتمعي الذي يدعو إليه الجميع طوال الوقت، إلا أنه الحقيقة ردود الفعل المختلفة والمتباينة جاءت بسرعة جدا. فنجد أعضاء التيار الإسلامي هم ضد المشروع حتى قبل قراءته، على الرغم أنهم كانوا المؤيدين والدافعين لتحضير قانون التظاهر وقت رئاسة الرئيس المعزول محمد مرسي. أما الجوانب الأخرى، نتحدث عن ليبراليين، نتحدث عن معارضين للإخوان بشكل عام، فهم مؤيدين للمشروع حتى وإن لم يقرؤوه أيضا. اسمحوا لنا نتعرف على بعض من مظاهر هذا المشروع وأهم ما جاء فيه. أهم ما جاء فيه على الإطلاق هو حظر الاعتصام والمبيت في أماكن المظاهرة التي تم الاخطار عليها. أما الاخطار فيقدم لاسم الشرطة أو المركز المختص جغرافيا، ويكون هذا الاخطار في أسباب الدعوة لهذه التظاهرة، مكانها، موعد بدأها وانتهائها، بيان بموضوعها، الغرض منها، المطالب التي سيرفعها المشاركون فيها، بيان بأسماء الأفراد أو الجهة المنظمة لهذا الاجتماع العام ووسيلة التواصل معهم. نص أيضا القانون على إجراءات فض المظاهرات، تبدأ بتوجيه إنذارات شفهية من القائد الميداني بواسطة مكبرات الصوت، ثم استخدام المياه المندفعة، ثم استخدام الغازات المسيلة للدموع، وأخيرا العصي والهروات. وأوجب على المحافظين إصدار قرارات بتحديد أماكن حرم آمن من 50 إلى 100 متر، يحظر على المتظاهرين تجاوزه بأي حال من الأحوال. كمان كان في حظر للتظاهر أو الاعتصام أمام المقار الرئاسية، مقار المجالس التشريعية، مقار مجلس الوزراء والوزارات والمحافظات والمحاكم والنيابات والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية وأقسام ومراكز الشرطة ومديريات الأمن. دي الملامح الأبرز، ولكن بالتأكيد هناك الكثير من المواد والمزيد من الملامح هنتعرف عليها من خلال لقائنا بالأستاذ محمد زارع، مدير برنامج مصر بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان. مساء الخير أستاذ محمد. مساء النور. دي أبرز الملامح في قانون التظاهر أو القانون اللي بيحمل اسم تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة. هل اطلعت عليه بشكل كامل؟ أنا اطلعت عليه بشكل كامل. هو يعني أنا في تقدير أن هو يمثل يعني رد عن مشروع قانون اللي كان اقترح أيام الإخوان المسلمين، وكانت ناقش فيه مجلس الشورى من عدة نواحي، من حيث المادة نفسها أو من حيث المواد المتعلقة بمشروع قانون، وكمان من حيث طريقة إصداره. يعني يمكن في مجلس الشورى، في يعني أنا شخصيا دعيت يعني كممثل مركز القاهرة وعدد من منظمات حقوق الإنسان، كانوا تم دعوتهم لجلسات حوار مجتمعي وجلسات استماع حول مشروع قانون التظاهر. إلا أن مشروع قانون اللي احنا قدام مدوت يعني مرة واحدة قرينا عنه في الصحف، وبعدين مرة واحدة ده اتبعت لرئيس الجمهورية من أجل مرة واحدة قرينا عنه، ومرة واحدة أقرته الحكومة، والنهاردة سلمه رئيس الوزراء لرئيس الجمهورية من أجل المؤقت. طب هل شايف أنه عمل حكومة مؤقتة في البلاد في ظل مرحلة انتقالية، في ظل ظرف سياسي ووضع يعني غير مستقر أمنيا وسياسيا، هل هو الوقت الأفضل لإصدار مثل هذا القانون؟ بصي، أنا أقول لحضرتك حاجة. هو يعني أنا ما عنديش موقف من أن الحكومة المؤقتة تصدر قوانين. إحنا بالفعل عندنا قوانين للتجمهر والتجمع والاجتماع، اللي هو قانون نمرة 10 لسنة 1914 وقانون 14 لسنة 23، هم قوانين سيئة للغاية. أنا في تقديري لو في قانون هيبقى أفضل منهم يتيح بالفعل حرية التظاهر، فأنا ما عنديش مشكلة أن هو يتم إقراره. لكن الفكرة أن هو ان احنا بنعيد انتاج قوانين يعني قوانين ايام الاستعمار الانجليزي لمصر، وبنطبقها حاليا بعد قيام ثورتين او بعد قيام ثوره وثوره التصحيح او ما الى اخر ذلك.
فبنيجي ان احنا نطبق قوانين واخده نفس الفلسفه بتاعه قوانين فتره السمارة اللي هو قانون نمرة 10 لسنه 1914، وقوانين ما تتوافقش تماما مع المعايير الدوليه للحق في التجمع السلمي. انا في تقديري ان مثل هذا المشروع لو تم تمريره ده هيؤثر على سمعه مصر الدوليه، وممكن ان هو يدي عنوان للمرحله اللي احنا فيها حاليا ان هي مرحله لا تحترم. طب اسمح لي يا استاذ محمد زاهر، احنا عندنا خبر عاجل ومصدر دبلوماسي يؤكد انه السيد نبيل فهمي وزير الخارجيه المصريه اتصل بالقائم باعمال السفاره الامريكيه بالقاهره واكد له ان قرار تعليق المساعدات الامريكيه لمصر هو قرار غير صائب، وبالتالي يعني موقف رسمي ورد رسمي من مصر للولايات المتحدة الأمريكية. وطبعا ده كان موضوعنا في فقرتنا السابقة. نعود لمشروع قانون التظاهر وكل هذه الملاحظات. هل في خلاف في المشروعين فيما يتعلق بحق الاعتصام، حق المبيت؟ لا، يعني في المشروع اللي كان قدم في فترة مجلس الشورى من الإخوان المسلمين ما كانش بيتناول تجريم حق المبيت أو حق الاعتصام، لكن المشروع دوت للأسف هو بيتناول يعني حق الاعتصام، هو تقريبا بيحظره تماما، ما فيش حاجة اسمها حق اعتصام. اللي أنا عايز أقوله إن مثل هذا المشروع يعني أنا بقرأ إن هو يعتبر عقاب على التظاهرات أو التجمعات اللي تمت في 25 يناير 2011 وعقاب برضو على التجمعات اللي تمت في 30/11. مشروع قانون أخطر ما فيه. يعني أنا في تقديري ممكن يعني نسأل بعضنا بس، أنا في تقديري إحنا هل فعلا محتاجين لقانون تظاهر بالحالة دي وبالمنظر ده، ولا الأبدى إن إحنا محتاجين لقواعد واضحة وقوانين واضحة تحد من استخدام قوات الأمن للقوة المفرطة أو قوة المميتة؟ طب يعني طب ده مش واضح في القانون، ولا شايف أنه الأفضل أن يتم تطمينها في القانون أن تلتزم لا طبعا شرط. هو بصي أنا أقول لحضرتك حاجة، ما هو في المادة اللي هي كان بتتكلم على طرق فض الاعتصام اللي هي المادة 12 اللي هي زي ما حضرتك عرضتيها في الأول، استخدام المياه المندفعة واستخدام الأول التحذير بمكبرات الصوت وبعد كده المياه المندفعة بعد كده الغازات. احنا بنيجي نتكلم بعد كده في المادة 13 هي فيها استثناء على المادة ديت بتتيح ان هو حق استخدام القوة وفقا لقانون الشرطة، وهي دي المشكلة. وما تعريف القوة؟ القوة في يعني وفقا للمادة 92 في قانون الشرطة هي استخدام القوة النارية لفض تجمهر، يعني من ضمن شروط استخدامها فض تجمهر يعني بيزيد عن 5 أفراد أو متكون من 5 أفراد أو أزيد، إذا كان هذا التجمهر يعني يخل بالنظام العام أو الأدب العام. فاستخدام القوة يعني كان فيها تدرج، لكن التدرج ما هوش واضح وما هوش محكم. فيمكن مثلا هنا بيتكلم إن هو في حالة الدفاع الشرعي، فكده معنى كده إن هو ممكن لو حد بيحذف طوب او حد مثلا بيحذف طوب او بيحذف يعني اي حاجه ممكن يرد عليه بال 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 بالرصاص الحي. ولكن البعض الاخر يرى انه هناك ضروره لمثل هذا القانون ومثل هذه المواد الان، حيث انه هناك الكثير من تعطيل الحياه، تعطيل المصالح، مصالح المواطنين، محاولات الاقتحام لبعض من الوزارات، اعتصامات امام مقار رئاسيه وغيرها، وبالتالي احنا في فتره محتاجين إلى الهدوء، وبالتالي نحن في حاجة إلى هذا المشروع. هل تعتقد أنه مثل هذا المشروع ممكن أن يهدئ الشارع المصري؟ لا، لن يهدئ الشارع المصري. أنا عايز أقول لحضرتك أنه هو 30/6 كان فيه اعتصام أمام قصر الاتحادية. يعني مش عارف ليه ساعتها كان كويس ودلوقتي مش كويس. يعني 25 يناير كان فيه اعتصام في أهم مدن القاهرة، ميدان التحرير، وكانت الطرق فيه مغلقة. أنا ولكن يعني ممكن يكون الرد أنه ده كان خلال الثورتين، ثورة على نظام مبارك حاجة. وثورة على نظام مرسي، هناك إجماع أو شبه إجماع شعبي أو غالبية الشعب المصري هم مؤيدين لخريطة الطريق ويعني خطواتها، وبالتالي نحن في حاجة إلى هدوء حتى تستطيع الدولة أن تسيطر على الأمور. لا، في الحقيقة احنا محتاجين ان احنا نحسس الناس باختلاف عن فترة حكم الإخوان المسلمين وفترة حكم مبارك. الاختلاف دوت يعني يترجم في تشريعات تتفق مع حقوق الانسان. انا مثلا يعني ده انا في تقديري اقدر اسميه ان هو مشروع قانون منع التظاهر والتجمعات. يعني لما نيجي نتكلم في المادة 9 على يعني ان هو يحظر
على المتظاهرين مثلا الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذائهم أو تعرضهم للخطر أو إلى آخر ذلك، يعني وقطع الطرق أو المواصلات، النقل البري والمائي والجوي كمان، وتعطيل حركة المرور ما إلى آخر ذلك. على فكرة أي مظاهرة لازم تعطل حركة المرور. هي فكرة المظاهرة إن هي المفروض أنا بخطر، يعني لو إحنا بنتكلم على الإخطار أنا بخطر على أساس إن هو وزارة الداخلية تحول مسارات المرور على أساس إن هي تنظم الموضوع، على أساس إن هي تأمن المظاهرة من الاحتكاك فيها. إنما فكرة إن أنا مظاهرة ما تعطلش حركة المرور، لو مظاهرة كبيرة طبعا هتحط طيب. أنا فاكرة إن أنا سمعت هذا التعبير من قبل، فكرة إن إحنا مش بنتعامل مع قانون للتظاهر، إحنا بنتعامل مع قانون لمنع التظاهر، وهذا التعليق كان على القانون السابق أيضا، القانون الذي لم يتم التنفيذ ولا يتم إقراره، وأشرف عليه وزير العدل السابق المستشار أحمد مكي. هل هي سابقة يعني الأولى من نوعها إنه دولة يكون عندها قانون للتظاهر، أم إنه دول العالم أو معظم دول العالم لديها مثل هذا القانون ولديها مثل هذه الأمور المحددة لكيفية الدعوة لتظاهر وقتها ومكانها وكيفية استمرارها؟ لا، هو في حضرتك في دول ما فيهاش قوانين تظاهر من الأساس، وفي دول طبعا فيها كتير من الدول فيها قوانين تظاهر، لكن كمان احنا لازم نحط في اعتبارنا ان هو ان الدول اللي فيها قوانين تظاهر قوانين فيها بتطبق بحسن النية، يعني بالذات انا بتكلم على الدول الديمقراطية طبعا، وما بيبقاش فيها قوانين تظاهر او قوانين تجمع فيها الخصائص ديت. يعني بص حضرتك، ده قانون بينظم احد الحقوق واحد الحريات وهو الحق التجمع السلمي. المفروض المطلوب ان القانون دوت لما يجي يتناول هذا الحق ان هو يكفله وممكن ينظمه، وفي نفس الوقت يضع القيود على الحكومة او على الجهة التنفيذية ان هي تتدخل في يعني تطبيق هذا الحق. ايه اكتر من كده؟ كل محافظة النهاردة وكل محافظ عليه ان هو يحدد قطعة ارض من 50 ل 100 متر طيب يتاح فيها التظاهر. طيب افرضي حضرتك ان هو حدد مثلا محافظ البحيرة حدد حتة الارض دي في صحراء وادي النطرون، افرضي ان محافظ الجيزة حددها في 6 اكتوبر في صحراء 6 اكتوبر جزء اساسي وشرط رئيسي في المظاهرة ان هي لازم تكون على مسمع ومرأة من الجهة المستهدفة. يعني البعض لا احنا هنعمل بقى هاي باركس، هتبقى هاي بارك في القاهرة واحد في الجيزة واحد محتاجين في ان احنا نحدد، محتاجين ان احنا نحدد احنا عايزين حرية ولا لا. بس لو عايزين حرية ده ما ينفعش، مش عايزين ده زي الفول. يعني اذا انت رفضه جملة وتفصيلا. يعني بص حضرتك، مبدئيا ده ما حصلش، يعني ما حصلش عليه نقاش، وانا بطالب ان هو يعني لا يتم اقراره الا ما يحصل عليه نقاش وحوار مجتمعي مع منظمات حقوق الانسان اللي شغالة على هذا الموضوع. المظاهرات لازم تكون على مسمع ومرأة من الجهات المستهدفة. عندي مشكلة مع مجلس الوزراء، لازم ابقى واقف مجلس الوزراء، لو وقف السيد رئيس مجلس الوزراء من الشباك هيقدر ان هو يشوفني. ولكن هل تم عرض هذا القانون على السادة أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان؟ معنا على التليفون أستاذ عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان. مساء الخير أستاذ عبد الغفار. نور يا أستاذة دينا. هل اطلعتم على هذا المشروع، مشروع قانون التظاهر الجديد؟ يوم الخميس الماضي مجلس الوزراء أرسل مشروع القانون للأستاذ محمد فايق. بعد ما وافق عليه مجلس الوزراء؟ لا، قبل ما يوافق عليه. قبل ما يوافق عليه بعد الأربع آخر النهار، واستعجل أن الرأي المجلس يوصله أثناء المجلس مكان مجتمع. لم يكن المجلس موجودا بكامل هيئته، ولكن كان هناك حوالي 5 أو 6 أعضاء من 27 عضو تناقش معهم الأستاذ محمد فايق وأرسلوا ملاحظات أولية. النهاردة إحنا تناقشنا مرة أخرى وأرسلنا لرئيس الوزراء رسالة من المجلس لحقوق الإنسان، نطلب طرح مشروع القانون للحوار المجتمعي، لأنه مثل هذا القانون عندما يصدر مفاجأة للمواطنين ولمنظمات المجتمع المدني والحقوقية يبقى حواليه عديد من الملاحظات. صحيح. وبالتالي من الأسلم والأفضل لمجلس الوزراء وللدولة أنه يطرح هذا المشروع للحوار المجتمعي لمدة أسبوعين أسبوعين إلى ملاحظات الناس. من ناحية أخرى، أنا شخصي أن هذا المشروع سوف يصدر، أن هذا القانون سوف يصدر ويموت في اليوم التالي بالسكتة القلبية، لأن المجتمع المصري ليس مهيئا الآن لمثل هذا القانون بتنظيم المظاهرات. الشعب المصري يعيش الآن مرحلة فيها مزاج نفسي مسيطر وفيها واقع قائم،
وهو أن حقوق الناس لا تلبى إلا من خلال الضغط الجماعي الجماهيري، والمظاهرات هي الوسيلة الوحيدة للشعب المصري سواء في مطالبه السياسية أو مطالبه الاجتماعية للحصول على حقوقه. ولن يستجيب أحد لهذا القانون، ولن تتمكن الدولة من تنفيذه، لأنها لو قدرت على مظاهرات الإخوان مش هتقدر على مسيرات العمال، مش هتقدر على يعني حقوق فئات اجتماعية متعددة يطالبون بها من خلال هذا التظاهر. وأقرب مثال لذلك هو إضراب عمال المحلة الكبرى منذ يومين عندما تأخر صرف مكافآته. وبعد الاعتصام وبعد تعليق العمل كانت الاستجابة للمطالب واهتمام بهذه المطالب. إذن هناك مزاج عام بناء على الاستجابة أو التحرك الحكومي، أنه لن يكون هناك استجابة لمطالب الناس إلا من خلال هذه الأمور. ولكن ما هي ملاحظاتكم على المواد، مواد هذا القانون أو مشروع القانون أستاذ عبد الغفار؟ أنا هقول ملاحظات الشخصية لأن أنا ما كنتش موجود عندما ناقش الأستاذ محمد فايق مع بعض أعضاء المجلس هذه الملاحظات. فضل. أنا عندي ملاحظة جوهرية هي هذه العقوبات المغلظة. هناك عقوبات بالحبس وبغرامات تصل إلى 100,000 جنيه، وهذه عقوبات مبالغ فيها، لا تتناسب مع الموضوع. هذه العقوبات بناء على إيه يا فندم؟ يعني من ارتكب إيه يغرم 100,000 جنيه؟ اللي يمول مظاهرة يتغرم 100,000 جنيه. اللي بيخرج عن الإطار المرسوم للمظاهرة أو يبقى معاه يعني حاجات يعتبرها الشرطة أسلحة هياخد 3 سنين سجن وهكذا. اللي تعتبرها الشرطة أسلحة بمعنى إيه؟ يعني الشرطة هتعتبر مثلا لو واحد معاه عصاية يعتبر سلاح، يعني مسلح لأنه ماسك إيراه وهيضرب بها وهكذا. انت ما تعرفيش هيفسروا الموضوع ازاي. يعني احنا في عبارات غامضه موجوده عاوزين نتفاداها. اذا العقوبات المغلظه. الاهم من هذا هو ان في ماده في القانون بتقول لو الشرطه توفرت لديها معلومات انه المسيره لن تتوفر فيها الشروط المطلوبه لكي يصبح بها، ستلجا للقضاء وتحصل على حكم من القاضي بايقاف المسيره. هنا ما بقاش الموضوع تنظيم، بقى الموضوع وضع قيود على الحق في التظاهر. ما بقاش تقنين التظاهر او تنظيم التظاهر، وانما وضع قيود على الحق في التظاهر، لانه الشرطه تستطيع ان تتقدم باي مبررات الى القاضي، ويستطيع القاضي من خلالها ان هو يبقى عنده حق ان هو يصدر امر للشرطه بمنع. ونؤكد مره ثانيه انه دي ملاحظات حضرتك الشخصيه. ولكن المجلس القومي لحقوق الانسان سيطالب الحكومه بالطرح المشروع، مشروع قانون الحوار المكتمل لمده اسبوعين. هو طالبها فعلا، طالبها بالفعل، راحت رساله للمجلس الوزراء مطالب فيها بطرح هذا المشروع للحوار المجتمعي، حرصا على انه الحكومه وهي بتاخد قراراتها يبقى عندها رؤيه للراي العام وموقفه من هذا المشروع. بشكرك شكرا جزيلا استاذ عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان. وهذه كانت ملاحظاته الشخصيه، وهكذا كان يعني خطاب او رساله المجلس للحكومه المصريه. هل هناك مواد اخرى يعني كنت تتحدث؟ يعني انا بشكر الدكتور عبد الغفار شكر طبعا على الاستجابه ديت، واتمنى ان هو يعني فعلا يتم تعطيل مشروع قانون، لانه في العديد مشاكل، مثلا من ضمن الماده 11 اللي هو كان اتكلم عليها الدكتور عبد الغفار شكر، هو في حاله ان هو اذا يعني قوات الامن لقيت ان هو في اي فعل مخالف للقانون او لديها معلومات او في اي فعل حتى مخالف للقانون، يعني لو شافت ان في هتاف، شايف ان هو الهتاف ده ما هو مخالف للقانون، دي واسعه بما في ذلك ان هو هتاف ممكن تشوف ان هو لو قلنا مثلا حكومه او قلنا مثلا فلان فاسد او علان يعني مرتشي، ساعتها ده ممكن يعتبر جريمه قصف يعني. فلو شافت مثلا احدى الافعال اللي هي مخالفة للقانون هي ممكن ان هي تفض المظاهرة او ان هي ليها ده امر جوازي، تمنع حدوثها بالاساس. لا لا، لو هي شغالة، لو المظاهرة شغالة فساعتها ليها ان هي تفض المظاهرة. يعني هي وافقت على المظاهرة فحصلت المظاهره، وبعدين وهي واقفه طلع فلان قال لك مثلا ده فاسد، قال لك لا دي جريمه سرقه، شافت المطالب ما عجبتهاش تفضها، لان هي شافت لو حد مثلا قال لي مش عارف يا فلان يا فاسد مثلا دي جريمه قصف مثلا، فساعتها من ليها حق ان هي تفض المظاهره. انور في المصري اليوم النهارده وفي صفحه 3 من خلال هذا الكاريكاتير شايف انه ده في وصف مشروع قانون التظاهر الجديد. الشرطه بترسم الدائره الحمراء للمواطن المصري وبيقول له
وبره المنطقه دي انا مش مسؤول عن اللي هعمله فيك. هي دي الدايره؟ هو ده القانون؟ هو ده المسموح بيه شايفه؟ هو ده اللي موجود في القانون، ان هو محدد حيز من 50 ل 100 متر امام مقرات، هي تقريبا كل المقرات اللي ممكن الناس تتظاهر قدامها. يعني مثلا لو حب لو حد حب ان هو يتظاهر امام مجلس الشعب فلازم يبقى بعيد عن مجلس الشعب 100 متر، يعني يبقى واقف جوه جاردن سيتي فمحدش هيقدر يشوفه. فايه لازمه المظاهره؟ اللي انا عايزه لحضرتك ان المشكله بقى في الـ في الـ في الـ في العقوبات اللي هو برضو اشار ليها الدكتور عبد الغفار شكر. مبدئيا انا ضد ان يبقى في اي عقوبات سالبه للحريه او غرامات في اي قوانين بتنظم حريات، لان دي مكانها مش هنا، دي مكانها قانون العقوبات. على سبيل المثال مثلا زي ما قال الدكتور عبد الغفار شوق ان هو بيبقى في عقوبه حبس وغرامه لا تقل عن 50,000 جنيه ولا تجاوز 100,000 جنيه في حال مخالفه الماده 5 والماده 14 والماده 15. الماده 5 اللي هي بتتكلم على ارتداء اقنعه. ارتداء اقنعه يعني انا لو ارتديت قناع ممكن اتحبس لثلاث سنين، وقناع فانديتا وبانديتا وكل القناعات الموجودة في الدنيا. لو واحدة منقبة بالمناسبة ممكن، يعني ما هو دي برضو حاجة بتخالف. طب ولكن البعض الآخر ممكن يشوف هذه الأمور اللي هي مستفزة للبعض، مثيرة لسخرية البعض، هي واجبة الآن مع تخوف من أعمال عنف، مع أعمال إرهابية. أعمال العنف بتتعامل معها قانون العقوبات مش قانون التظاهر، ده رقم واحد. رقم اتنين، الحكومة لازم إن هي تبص على إن التظاهر هو حق علشان خاطر يرجعها لصوابها. لو كان مبارك استمع، هم شايفين انه حق ولكن يحاولون تقنين. لا ده مش تقنين، ده تقييد. لو كان مبارك استمع لتظاهرات مثلا حركة كفاية كان ممكن يعني بقت مصر ممكن تبقى دولة ديمقراطية، وهو قرر يتنازل عن الحكم طوعية. طب ما كانش حصل كل اللي حصل ده وكانت شت حاكم. انا في رأيي ان الحكومة لازم تنظر الى التظاهر ان ده مساعدة ليها، احنا بنضغط عليك عشان خاطر مجموعة من الحاجات لازم تحققها. انا ماليش دعوة القانون دوت، القانون ده مش هيطبق على الاخوان المسلمين بس عشان الناس اللي عايزة القانون ده يطبق على الاخوان، ده مش هيطبق على الاخوان. زي ما قال الدكتور عبد الغفار شكر ده كان ممكن يطبق على عمال غزل المحل، ده ممكن يطبق على 6 ابريل زي ما اتفضى اعتصام المظاهره بتاعتهم والمسيره بتاعتهم في ذكرى مذبحه ماسبيرو، ده هيطبق على اي حد بيحاول ان هو يطالب باي مطلب اجتماعي. لو انا بطالب ان الحكومه مثلا ما نفذتش الحد الادنى للاجور وطلعت، ساعتها ممكن الحكومه تغرمني مثلا لغايه 300,000 جنيه. يعني طالب يعني عايز مرتب اضافي، فساعتها اتغرم لغايه 300,000 جنيه. هنشوف ازاي هيكون رد تعامل رئيس الجمهورية مع نص مشروع قانون التظاهر الجديد أو منع التظاهر كما يرى الأستاذ محمد زارع. هل هيكون في استجابة من جانب الحكومة المصرية لدعوة مجلس القومي لحقوق الإنسان بطرح الحوار المجتمعي في مدة لا تقل عن أسبوعين عشان الناس تفهم يعني إيه قانون التظاهر وأهم هذه المواد وأهم هذه البنود، وهل الكل راضي عنه ولا لأ، ودور منظمات المجتمع المدني وقبولها لمثل هذه المواد. هنشوف هل هيكون في إتاحة للنقاش، إتاحة للمعلومات، إتاحة ل نسخ ومسودات هذا المشروع القانون. الحقيقة الحصول والوصول إليه صعب جدا إلا فيما عدا يعني الحصول على بعض من المعلومات المتناثرة، أو أن احنا ممكن ناخد كوبي من الأستاذ محمد زارع دلوقتي. نتمنى أن يكون فيه بالفعل إتاحة، وهنشوف إزاي هيكون فيه التعامل معهم. بشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد زارع، مدير برنامج مصر بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان. شكرا جزيلا. بشكركم مشاهدينا، أراكم بعد العيد بإذن الله. كل سنة وحضراتكم طيبين.